السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه، انما شاهدتموه اليوم من مشروعات تم انجازها على ارض مصرنا الحبيبه والتي تم تنفيذها بسواعد ابنائك المقاتلين من الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه بالتعاون مع زملائهم بالشركات الوطنيه المصريه المخلصه، بلغت اكثر من 1100 شركه مصريه وطنيه تستخدم عماله مباشره وغير مباشره تقدر باكثر من 2 مليون مهندس وفني وعامل بتشتغل فعلا يا فندم دلوقتي في المشروعات اللي احنا مكلفين بيها، مع اكثر من 400 مكتب استشاري مصري وطني من خلال اسلوب متميز يتسم بالحسم والانضباط والمتابعه الدائمه والمستمره والعلاقات الطيبه في اطار من الثقه المتبادله لانجاز هذه المشروعات باعلى جوده وفي اقل وقت وباقل تكلفه ماليه. كامل قبل ما اختم يا فندم ارجع بس كده معلش ارجع تاني، مش انا كنت قلت لك شوف الكوبري القطر القديم ده لو كان كده تشيله من هنا؟ ايوه يا فندم. طب ما شلتوش ليه؟ هنساتك هنتعاون مع سكه الحياه يا فندم. يا راجل ده الكلام ده من الاول خالص. حاضر يا فندم. شكرا. حاضر يا فندم.